كل 45 يوم. الحد الأولاني بعد الأيام على طول كان حد توما، وده عيد سيدي صغير. يجي وراه الحد اللي هو التاني على طول، اللي هو ربنا بيعرفنا فيه بنفسه ويقول أنا هو الخبز الذي نزل من السماء، وعلشان كده الكنيسة بتسميه أحد خبز الحياة. يجي الأسبوع اللي وراه اللي هو الأسبوع الثالث، ربنا بيتكلم مع السامرية ويقول لها ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد. وعلشان كده الكنيسة بتسمي الحد الثالث ده بأنه أحد الماء الحي. نيجي للحد الرابع اللي ربنا بيقول فيه، كان الحد اللي فات، أنا قد جئت نورا إلى العالم حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة. وعلشان كده الكنيسة بتسمي الحد ده بحد إيه؟ يبقى الحد الأولاني حد توما، ركزوا معايا. الحد الثاني خبز الإيه؟ خبز الحياة. الحد الثالث الماء الحي، ربنا يسوع المسيح هو مصدر الماء الحي. الحد الرابع نور العالم، برافو عليكم. الحد الرابع نور العالم. ويجي النهاردة في يوحنا 14 ربنا يعرفنا إن هو أنا الطريق والحق والحياة، برافو كده. أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. ولأن ربنا هو الطريق وهو الحق وهو الحياة، فنلاقي أنه في قراءة سفر الأعمال النهاردة، سفر الأعمال كان بيحكي عن إيه؟ ترى حد فينا كان موجود أو كان خد باله سفر الأعمال كان بيحكي قصة إيه؟ لقاء شاول الطرسوسي مع ربنا يسوع المسيح على أبواب مدينة دمشق، لما ظهر له ربنا وقال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فشاول رد عليه وقال له ايه؟ من انت يا سيد؟ فقال له انا يسوع المسيح الذي انت تضطهده، صعب عليك ان ترفس مناخس. وبعد كده جه شاول يقول لربنا ماذا تريد يا رب ان افعل؟ ربنا هو الطريق وهو الحق وهو الحياة. لما شاول سأل ربنا وقال له ماذا تريد يا رب أن أفعل، يا ترى ربنا قال له مطلوب منك تعمل كذا وكذا وكذا، ولا يا ترى ربنا إداله إجابة غير مباشرة، أو يعني قال له كده يعمل حاجة علشان خاطر يقدر ياخد الإجابة؟ ربنا ما ردش عليه مش كده؟ قال له إيه؟ قال له قوم وادخل المدينة، وهناك ينبغي أن يقال لك، يقال لك ماذا ينبغي أن تفعل، مش كده؟ طيب يا ترى ليه ربنا ما ادالوش اجابه مباشره على هذا السؤال، زي ما جاله مره قبل كده الشاب الغني وقال له ماذا اعمل لارث الحياه الابديه؟ فربنا رد عليه بردود واضحه ومباشره، احفظ الوصيه كذا كذا كذا. قال له هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. وبعد كده قال له طب يعوزك شيء واحد، اذهب بيع كل مالك واعطي الفقراء وتعال اتبعني فيكون لك كنز في السماء، مش كده؟ طيب ليه ربنا ما ردش على شاول رد مباشر لما سأله ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ ليه قال له قوم وادخل المدينة وهناك يقال لك ماذا ينبغي أن تفعل؟ ليه؟ أيوة طيب، وبرضو ليه ربنا، طب ما كان ممكن ربنا يقول له، هو طبعا إجابتك قريبة جدا بالضبط صحيح، ها؟ استعداد وطاعة؟ هقول لكم اللي حصل، انه الكنيسه كانت اتولدت يوم الخمسين، لو تفتكروا انه في بدايه سفر الاعمال حل الروح القدس على تلاميذه هم في العليه، وتولدت كنيسه جديده لم تكن موجوده في حياه ربنا يسوع المسيح. يعني اللي كانوا بيمثلوا الكنيسه التلاميذ لم يكن حل عليهم الروح القدس بعد، وكانوا بيتبعوا ربنا منين ما بيروح، ولما كان بيبعتهم في ارساليات كانوا ممكن ان هم يعملوا اشفيه وعجائب واخراج ارواح شريره، الا انه لم تكن الكنيسه ككيان محدد المعالم ابتدت اوريدي، ولم يكن قد تاسس سر الافخارستيه وبقيه الاسرار الكنسيه. لكن في الوقت ده بقى لما شاول كان بيضطهد الكنيسه فبيسأل ربنا بيقول له ماذا تريد أن أفعل؟ فربنا قال له بص بقى، الكنيسة اللي أنت بتضطهدها دي هي اللي هتقول لك تعمل إيه علشان تخلص. لأنه زي ما كان كده الأستاذ ألفونس بيقول لنا أنه حنانيا اللي ربنا بعته لشاول علشان خاطر يفتح عينيه ويعمده، ده كان أسقف مدينة دمشق في ذلك الوقت.
كان كل المدن الكبيرة ابتدى يبقى لها أسقفة، وابتدى يبقى فيها نظام كنسي واضح. فربنا قال له بص بقى، انت عايز تعرف تعمل ايه، انا مش هقول لك، خش وهناك الكنيسة اللي انت كنت بتضطهدها هي دي اللي هتقول لك تتصرف ازاي وتعمل ايه. وهو هنا ربنا بيسلم أمانة الإرشاد والتعليم بقى للكنيسة. وعلشان كده بنلاقي أنه السؤال ده هو ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه النهاردة شوية، ويمكن لو الوقت لم يتسع ربنا يدينا نعمة ونكمل الأسبوع اللي جاي في حتة يا رب ماذا تريد أن أفعل. كتير الواحد مننا بيبقى محتار، مش عارف يتصرف ازاي في أمور كثيرة، بيبقى مضطر ان هو ياخد قرارات، والقرارات دي ممكن تكون قرارات مصيرية، ممكن يتحدد بيها مستقبل حياته ويمكن حياة الناس اللي معاه إذا كانت أسرته، وممكن يبقى لها أثار طويلة أو بعيدة المدى. ونلاقي نفسنا محتارين إزاي نعرف مشيئة ربنا وإزاي نسمع صوته. هنا البعض ممكن يقول طيب يعني الكنيسة مالها ومال القرارات اللي متعلقة بأمور العالم؟ يعني مثلا لما الواحد بيبقى محتاج قرار ان هو فيما يختص بحاجة زي الزواج مثلا، او العمل، او الهجرة، او شيء من هذا القبيل، دي كلها بتعتبر امور العالم، امور الى حد كبير مادية. ولكن صدقوني هقول لكم حاجة، الانسان مننا ما هواش كيان منقسم، الانسان مننا كيان واحد فيه الجسد وفيه الروح. وزي ما هو بيجي الكنيسة وبيصلي، هو أيضا بينزل للعالم ويتعامل مع أهل العالم وشؤون العالم. ولو في أي عامل من العوامل بيأثر على أمور الجسد والمادة، فهو بشكل أو بآخر هيأثر أيضا على الروح ويأثر على حياتنا الروحية. والخسارة اللي ممكن تيجي الإنسان نتيجة اختيار خاطئ، يعني بمعنى لو إنسان مثلا اختار شريك حياته بشكل خاطئ، مش معنى كده ان هو بس بيختار مستقبل مظلم لحياة زوجية او عائلية، ولكن المسألة دي ممكن بتأثر سلبا على روحياته، وممكن ايضا تمتد الى ابديته. يعني الانسان اللي بيتجوز غلط، او الانسان اللي بيشتغل في مكان مش صح، او ممكن ان هو ياخد قرار هجرة او ينتقل الى بيئة مش مناسبة، الأمور دي كلها بتنعكس بشكل سلبي أو إيجابي على حياته الروحية، وممكن تخسروا الأبدية كلها. ربنا يا رب يحفظكم وإيانا. فبالتالي إحنا مش ممكن أبدا نتعامل مع الإنسان ككيان منفصل. الكنيسة أم، وزي أم أي أم حكيمة بيبقى هدفها إن أولادها يكونوا ناجحين في كل المجالات، زي ما كان يوحنا الحبيب بيتكلم مع غايوس وبيقول له أروم أن تكون ناجحا وصحيحا في كل شيء كما أنا نفسك أيضا ناجحة. فبالتالي لو هتيجي أم مثلا نلاقيها كل اهتمامها وتركيزها على أنها توكل أولادها وتشربهم، تهتم بصحتهم الجسدية، تهتم بنجاحهم الدراسي، تهتم بتفوقهم الرياضي، وده يكون على حساب الأمور الروحية، طبعا الأم دي بتكون أم غير حكيمة، بتكون أم مقصرة. والعكس طبعا صحيح، ما فيش أم هتجيب ولادها الكنيسة صبح وبالليل، مش مهم يذاكروا ومش مهم يهتموا بأمور الدنيا. فبالتالي لازم يكون في توازن، وكنيسة أمنا بيهمها جدا هذا التوازن، إن هي يكون ليها دور ويكون ليها بصمة في كل شؤون حياتنا، حتى ما قد يبدو منها إن هي أمور عالمية أو ليست متعلقة بالطقس أو بالعقيدة أو بالإيمان أو شيء من هذا القبيل. حقيقة ربنا بيرشدنا، ونقدر إن احنا نسمع صوته واضح من خلال شوية حاجات كده هنتكلم فيها النهاردة واحتمال الأسبوع اللي جاي، علشان نعرف إزاي نقدر نسمع صوت ربنا. وأعتقد أنه ده شيء يمكن يكون بيهم الكثيرين، ويمكن البعض مننا بيشوف أنه صعب قوي أن أنا أسمع صوت ربنا بوضوح في أمر معين،
ولكن صدقوني احنا لما هنتكلم النهاردة هنكتشف ان المسألة مش بالصعوبة اللي احنا متخيلينها، بالعكس المسألة اسهل من كده بكتير، لان بولس الرسول بيقول ان الانسان الروحي يحكم في كل شيء ولا يحكم فيه من احد. الانسان الروحي يعني الانسان اللي عايش مع ربنا ومرتبط بالكنيسة يقدر ان هو يحكم في كل شيء، ويقدر ان هو يتعامل مع كل الامور الصعبة بنجاح وكفاءة، لان ده عمل الله في حياته. فزي ما ربنا يسوع المسيح على ابواب دمشق بعت بولس الرسول للكنيسة علشان تقول له ماذا ينبغي ان يفعل، هكذا نحن ايضا بنيجي الكنيسة علشان نعرف ماذا ينبغي ان نفعل، مش بس في الامور الروحية ومش بس فيما يتعلق بالابدية، ولكن ايضا فيما يختص بامور هذا العالم. نمرة واحد، تعالوا نشوف بعض المواقف سواء كان من الكتاب المقدس أو قصص حقيقية حصلت لناس معاصرين عايشين وسطينا، وإزاي قدروا إن هم يسمعوا صوت ربنا بشكل واضح في حياتهم، وأمور ممكن تكون أمور دقيقة وتأثر على المدى البعيد. نيجي في سفر التكوين الإصحاح 24، والقصة دي احنا كلنا سمعناها وفاكرينها كويس قوي، لما جه إبراهيم وكان عنده ابنه إسحاق، ده هو الابن الوحيد من زوجته سارة أو سراي، وإسحاق كان وصل لسن الزواج، فإبراهيم كان قد شاخ فعلا، ودعا عبد أمين عنده اسمه أليعازر الدمشقي. الراجل ده كان أقرب إنسان لقلب إبراهيم، كان تقريبا صديق، وكان هو المؤتمن على كل ما في بيت سيده. يعني إيه؟ يعني كان بيتعامل مع أملاك إبراهيم وأسرة إبراهيم كأنها أملاكه وأسرته هو الشخصية، لأن إبراهيم كان عمل معاه جميل كبير جدا وتقريبا أنقذ حياته من الموت، فكانت النتيجة أنه شايل هذا الجميل لإبراهيم وبيحاول أنه هو طول حياته يكون أمين في كل ما في بيت سيده. فجه إبراهيم وقال لأليعازر الدمشقي أنا عايزك ترجع إلى أرض حاران، الأرض اللي أنا خرجت منها، وتختار عروسة لابن إسحاق، تختار عروسة لابن إسحاق بدون أن يحدد لي لا البيت ولا العشيرة اللي المفروض إن هو يختار منها ولا المدينة ولا أي حاجة. قال له ارجع للأرض واختار بنت تكون مناسبة. فطبعا المسؤولية دي كانت مسؤولية جسيمة، وخصوصا بالنسبة لإنسان أمين زي هذا العبد أليعازر الدمشقي. فعمل إيه؟ أول طبعا الرحلة كانت طويلة جدا، رحلة شاقة، وخد معاه هدايا كتير قوي للعروس المنتخبة وأهلها. وبعد هذه الرحلة الطويلة الشاقة نلاقيه أول ما نزل على أرض حاران ما دورش على مكان يبات فيه، كان ابتدى الوقت يتأخر وابتدى زي ما يكون إيه الدنيا تمسي، ولكن هو ما فكرش إطلاقا في راحة وما فكرش في إن هو يأمن أسباب الإقامة. كل اللي عمله إن هو نزل راح ناحية البير، لأنه ده وقت خروج المستقيات بحسب تعبير الكتاب المقدس. يعني إيه؟ البنات، بنات الأسر بيخرجوا حاملين الأنية والجرار بتاعتهم في ذلك الوقت علشان يستقوا من البير وقت الغروب. وأول حاجة عملها بعد ما وصل رفع قلبه للسماء وابتدى يصلي، يقول إيه؟ أيها الرب إله سيدي إبراهيم، يسر لي اليوم واصنع لطفا لسيدي إبراهيم. ده في العدد 12 من الإصحاح 24. أول حاجة عملها إن هو ابتدى يرفع قلبه بالصلاة ويقول له يا رب من فضلك يسر لي اليوم واصنع لطفا لسيدي إبراهيم. ومن هنا نتعلم أول وسيلة نقدر إن احنا نسمع بيها صوت ربنا. ولأجل أمانة هذا الرجل ولأجل محبته ولأجل الطاعة نلاقي أن ربنا على طول بيستجيب لهذه الصلاة وبيبعت له شابة اللي هي رفقة. الشابة دي تبقى شابة محبة وخدومة وملامحها مقبولة جدا ومن بيت محترم، بيمت بصلة قرابة أيضا لبيت إبراهيم، ويوفقوا أن تكون هي دي الزوجة المختارة لإسحاق ابنة إبراهيم، وتكون طبعا في المستقبل أم ليعقوب وعيسو. إذن نمرة واحد في أي موقف صعب الواحد بيتعرض له، إحنا محتاجين إن إحنا نرفع قلوبنا بالصلاة. لكن
المشكلة في إيه؟ المشكلة الحقيقة إن إحنا ما بنصليش غير لما نتعرض لمواقف دقيقة. طول ما الدنيا ماشية كويس إحنا ما بنهتمش قوي إن إحنا نصلي، أو لو بنصلي بنصلي صلوات لتسديد الخانات زي إنسان بيوفي نذر، أو عايز بس يعمل علامة صح في النوتة الروحية إنه خلص القانون وخلاص. لكن محدش فينا بيصلي بالطريقة اللي المفروض نصلي بيها. يعني ايه بقى الطريقة اللي المفروض نصلي بيها؟ تعالوا بينا نطلع على سفر نحمية. معرفش انتوا تفتكروا سفر نحمية ده كان بداية رجوع السبي اسرائيل الى من بابل الى ارض اورشليم. نحمية ده كان واحد من اليهود في السبي، وكان بيشتغل ساقي للملك. دي كانت وظيفة مهمة جدا وخطيرة في ذلك الوقت. نحمية لما كان قاعد، بالرغم من ان هو كان قاعد في قصر منيف وفي ظروف معيشية ممتازة، لكن جات له اخبار من ناس كانوا جايين من اورشليم قالوا له انه المدينة واهلها في عار عظيم، وان الاسوار كلها متهدمة وابواب المدينة محترقة. فطبعا دي مدينة اباء واجداده وموجود فيها الهيكل، وبالتالي هو جاله حزن شديد على الاخبار اللي هو سمعها. طب يعمل ايه؟ يتصرف ازاي؟ لقى نفسه في حيرة، مش عارف يعمل حاجة. اي واحد مننا لما يسمع خبر زي ده، طب انا بقى ايه، احجز تذكرة علشان اسافر، او احاول ان انا اجهز استعدادات السفر لاجل خاطر انقذ اهلي، او احاول اساعدهم باي مساعدات مادية او شيء من هذا القبيل. هل يا ترى نحمية عمل اي حاجة من دي؟ نحمية ما عملش اي حاجة من دي. نلاقي انه في سفر نحمية الاصحاح الاولاني، لما نحمية سمع هذا الكلام بيقول ايه؟ فلما سمعت هذا الكلام، هو بيتكلم عن نفسه، جلست. احنا بنتكلم بنشوف الصلاة ازاي نصلي وبأي روح. لما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت اياما وصمت وصليت امام اله السماء. اذا القصة مش مجرد كلمتين كده يطلعوا من الفم وربنا هتلاقيه ان هو تدخل واستجاب وسمعنا صوته. يعني الراجل اليعازر الدمشقي ده اللي كان مسافر رحلة طويلة وشقة، احنا ما عرفناش غير الصلاة اللي صلاها في نهاية الرحلة وهو واقف قدام البير. لكن هو طول الطريق وهو ماشي مسافر، ومن اللحظة اللي تعهد فيها قدام ابراهيم ان هو حيروح علشان يختار زوجة مناسبة وهو بيصلي. نحمية لما سمع هذه الاخبار بيقول ايه؟ بيقول جلست. يعني المسألة مش 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 في السريع كده، جلست وبكيت ونحت. النواح ده اللي هو شدة البكاء، يعني الصلاة ما كانت صلاة متأنية، صلاة بدموع، وأيضا نحت أياما فترة طويلة وصمت وصليت أمام إله السماء، كانت مقرونة بالصوم. إذا يبقى نلاقي إنه هذه الصلوات علشان خاطر تكون صلوات فعالة ومؤثرة قدام ربنا، لابد وأن تكون صلاة متأنية، أن تكون صلاة عميقة، أن هي تكون صلاة بدموع، أن هي تكون ممتدة لأيام. يعني ده قاعد يصلي أيام طويلة بصبر، وأيضا تكون صلاة ومعها أصوام لو في إمكانية، لأنه ده بيزود قوة وفعالية الصلاة واستعداد ربنا أن هو يستجيب ويسمعنا صوته. يبقى من موقف نحمية قدرنا نفهم ازاي ممكن ربنا يسمع وبالتالي يستجيب. ولما راح يتكلم بعد كده مع الملك، الحقيقة مش هو اللي فتح الموضوع مع الملك، ده هو الملك قال له انت مال وشك متغير ليه؟ انت شكلك كده حزين ومكتئب ولكنك لست بمريض، ودي مش عوايدك. فاللي حصل انه رفع قلبه تاني بالصلاة وابتدى يتكلم ويقول للملك او للامبراطور في ذلك الوقت ان مدينة ابائي محترقة والناس في عار عظيم واني واني واني. فما كان من الملك الا انه قال له ما تزعلش. ابتدى يعمل له ايه؟ اداله تصريح ان هو يرجع علشان خاطر اعمار اورشليم، واداله جوابات لامراء او ولاة المناطق المحيطة بيها علشان خاطر يأمن له الرحلة وهو راجع، اللي بيها مفيش حد يتعرض له في الطريق يأذيه او يضره. واداله المؤونة اللي تلزم الرحلة كلها من اكل وشرب، وايضا فتح له خزائن بيت الملك علشان ياخد احتياجاته كلها في عملية الاعمار. يعني سهلها له من كل ناحية.
وطبعا كانت النتيجة أنه العمل كان ماشي بسرعة فائقة برغم من المعوقات والتحديات الكتيرة، وأنه تم بناء شور المدينة كله في 53 يوم، في حين أنه كان ممكن ياخد شهور طويلة ويمكن يكون أيضا بضع سنين. حقيقة الصلاة مع الصوم وسيلة فعالة جدا جدا علشان خاطر نقدر أن احنا نسمع صوت ربنا، ولكن زي ما كنا بنقول حالا لابد أن يكون الواحد معتاد أن هو يصلي، يعني إيه؟ عظم ناشف في الصلاة، نفسه طويل في الصلاة، باله يقدر أن هو ينتظر أياما وأياما ويصارع مع ربنا زي ما كان يعقوب وقت ما كان راجع على أرض كنعان وعرف أن أخوه عيسو مستنيه علشان يأذيه هو 400 راجل، فما كان منه إلا أن هو سهر طول الليل، كان سهران طول الليل بيعمل إيه؟ بيصارع مع الله، بيصارع مع ربنا، بيقول له مش حسيبك ما لم تعطيني بركة. وهو ده اللي كان بينصحنا بيه الأباء دايما، يقول لك أنه لازم نصارع مع ربنا في الصلاة. ونلاقي أنه قداسة البابا شنودة في قصيدة مشهورة لي اسمها أغلق الباب وحاجج، ما عرفش تسمعوا القصيدة دي ولا لأ أو تسمعوا عنها، بيقول فيها أغلق الباب وحاجج في دجى الليل يسوع، واملأ الليل صلاة وصراعا ودموعا. يعني إيه؟ يعني المسألة مش مسألة حقف وأقول كلمتين ببقي ما يوصلوش لسقف الأوضة اللي أنا بصلي فيها وترجع تاني صلاتي ليا، لأ، لازم تكون الصلاة بطول أنا، لازم تكون الصلاة بدموع، بصراع، بصبر، علشان خاطر تكون صلاة فعالة ومؤثرة. والحقيقة من غير كده هيبقى صعب قوي إن ربنا يرد عليا، لأنه هقول لكم حاجة، ليه ربنا أساسا بيسمح لي إن أنا أتحط في مواقف أبقى محتاج إن أنا أسمع صوته أو أعرف مشيئته من خلالها؟ لأنه ربنا عايزني أرجع وأقف قدامه، تعالوا ارجعوا إلي فأرجع إليكم. طول ما أنا واقف بعيد وحلقتي بربنا علاقة فترة واهتماماتي منصبة كلها على أمور هذا العالم، عمري ما هقدر ان انا اسمع صوت ربنا، لان زي ما سبق وقلنا قبل كده ان صوت ربنا صوت هين خفيف لطيف وديع هادي، ما ينفعش ان انا اسمعه في وسط صخب العالم. اغلق الباب وحاجك في دجى الليل يسوع زي ما علمنا قداسة البابا شنودة. والحقيقة في قصة لطيفة احب ان انا اذكرها لكم عن قد كده، لما بتكون الصلاة صلاة قوية ربنا بيسمعنا صوته وبيتدخل بشكل معجزي، ويمكن أكون حكيت القصة دي قبل كده. كان في أحد الآباء الكهنة كان عنده ولدين توأم، والولدين دول كانوا اقتربوا من سن المدرسة، ولكن هم كانوا مولودين في بداية شهر نوفمبر. يعني إيه في بداية شهر نوفمبر وإيه المشكلة؟ المشكلة أنه في مصر الحقيقة علشان خاطر يقبلوا الأولاد في المدرسة بيحسبوا العمر من بداية شهر أكتوبر، فطبعاً بداية شهر أكتوبر لبداية شهر نوفمبر فرق قد إيه؟ شهر، الشهر ده يفرق كتير قوي قوي. فكانت النتيجة أنه لما راح علشان يقدم لهم في أحد المدارس الشهيرة في وسط القاهرة، ودي كانت بالمناسبة مدرسة قريبة من مكان خدمته من الكنيسة اللي كان بيخدم فيها، فهم هناك في المدرسة قالوا لي احنا ما نقدرش نقبل الولاد أقل من سن 5 سنين، لأن ده قرار وزاري، فلابد وأن الولاد يكون سنهم 5 سنين، أنت أولادك سنهم 5 سنين إلا شهر في بداية شهر أكتوبر، فبالتالي ما ينفعش ناخدهم. طب دي مشكلة؟ نقدم السنة الجاية، ممكن نستنى السنة دي. الحقيقة لا، ما ينفعش برضو ان هو يقدم لهم السنة الجاية، لان الولاد ساعتها هيكون سنهم كام؟ 6 سنين الا شهر، فهيكونوا اكبر بكتير قوي من سن القبول، يبقى بالتالي لا ينفع يقدم لهم السنة دي ولا ينفع يقدم لهم السنة الجاية، يبقى مستقبل الولاد مش مرتبط خالص بالمدرسة دي، لازم يروح يقدم لهم في مدرسة تانية. طبعا كانت مشكلة، ولكن الحقيقة هذا الأب الكاهن وقف قدام ربنا وقال له بص يا رب أنا عايز أعرف مشيئتك، أنا الحقيقة مش عارف هل خير الأولاد في المدرسة دي ولا لأ، وهل أنت عايزني أدخلهم في المكان ده ولا لأ، أنا مش هلجأ لأي حد ومش هستعمل أي وسائل ملتوية ولا هدور على نفوذ أو علاقات، أنا حصلي وربنا يتمجد. وفعلا سكرتير المدرسة قعد يقول له بص يا ابونا، كان راجل مسيحي تقي، قال له بص يا ابونا هي المسألة محتاجة ان احنا نصلي كده كام قداس،
وقد كان ابتدى ان هو يصلي القداسات ويراجع تاني المدرسة يسألهم هل في أي جديد. ما كانش في أخبار كثيرة، ولكن بعد تقريبا شهر راح فلقى سكرتير المدرسة بيلقاه ببشاشة وفرح ويقول له عندي ليك أخبار حلوة خالص. قال له خير طمني. قال له جالنا الحقيقة واحد ابن وكيل وزارة، وابن وكيل الوزارة ده أولاده سنهم 5 إلى شهرين، يعني عنده ابن سنه 5 إلى شهرين وكان عايز يقدم له في المدرسة. المهم طبعا زي ما قلنا لك، قلنا له احنا ما نقدرش ناخد الأولاد إلا وسنهم 5 سنين بالضبط، أصغر من 5 سنين بيوم ما ينفعش إن احنا نقبلهم. فكانت النتيجة إنه ده ابن وكيل وزارة، يعني جده وكيل وزارة، فما كان منه إلا إن هو راح ابتدى يتكلم ويستعمل علاقاته علشان خاطر يستصدر قرار وزاري بقبول كل الأولاد اللي سنهم 5 سنين إلا شهرين. وطبعا لما قبلوا الولاد اللي سنهم 5 سنين إلا شهرين كان التوأم أولاد أبونا اللي عندهم 5 سنين إلا شهر من ضمن المجموعة المقبولة، فدخلوا من غير أي لجوء للعالم ولا للوساطة ولا غيره، جات من عند ربنا بالصلوات. فبالتالي لابد أن يكون عندنا روح الصلاة، وأن يكون عندنا قانون ثابت للصلاة نصلي كل يوم بحسب ما رتبت لنا الكنيسة. طبعا الكنيسة رتبت لنا وجبة غنية من الصلوات، سواء كانت صلوات ليتورجية اللي هي من خلال القداسات العامة اللي احنا بنصليها كده مع بعض كل أسبوع أو أكثر من مرة في الأسبوع، أو من خلال الصلوات الفردية الموجودة في الأجبية. في كتاب كده أصبح من الكتب الأثرية دلوقتي عند ناس كثيرين، يعني اللي فينا عنده كتاب الأجبية غالبا ما بيفتحوش، أو اللي ما عندوش برضو ما بيستعملش السوفت كوبي اللي موجودة على التليفون، وأخشى أنه بيوشك أنه يبقى من الكتب المندثرة في الأجيال اللي جاية. أنا دلوقتي ولادي في الاعتراف ما يعرفوش يعني ايه كتاب الأجبية، ما يعرفوش ان احنا عندنا كتاب صلوات بالكنيسة الأرثوذكسية، برغم من كنائس الكاثوليك وكنائس غير الأرثوذكسية عندهم كتب صلوات وبيستعملوها بمنتهى الالتزام وبمنتهى الانتظام. احنا ولادنا ما يعرفوش انه احنا لينا كتاب اسمه الأجبية بنصلي منه. ليه؟ لأنه ببساطة هما ما بيشوفوش بابا ماما بيصلوا من كتاب الأجبية، وأخشى ان هما ما بيشوفوش بابا ماما بيصلوا أصلا. يعني ايه؟ يعني احنا ما بنحاولش في احوال كتيره، معلش سامحوني يمكن انا مقصر اولكم، ان احنا نلم اولادنا حوالينا وخصوصا لما يكون سنهم صغير ونقول لهم تعالوا نقف نصلي مع بعض. ما بيحصلش مره في اليوم مثلا ان يكون لنا صلاه مشتركه كمذبح عائلي نصلي فيه سوا. ولكن ايضا هل يا ترى يحصل انه ممكن ابني لو قايم من النوم بالليل علشان يشرب كوبايه ميه يلاقيني انا ومراتي او انا ومامته يعني واقفين بنصلي من الاجبيه وبنقول كرياليسون يا رب ارحم، وفعلا حاسين ان احنا مرتبطين ببعض في كيان واحد وبنصلي لاجل ربنا يفتقد هذه السفينه او هذه الكرمه التي غرستها يمينك؟ احنا واخدين بالنا ان احنا بيوتنا كنايس، احنا واخدين بالنا وفاكرين ان احنا كرجال كهنة لهذه الكنائس ومسؤولين عن خلاص كل من فيها، واخدين بالنا ان احنا في اليوم الاخير مش هنقدم حساب وكالة عن انفسنا فقط، ولكن هنقدم حساب وكالة عن شركاء الحياة وعن اولادنا اللي بنعثرهم كل يوم بتصرفات وكلام لا يليق وعن 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 وعن. فبالتالي هل احنا فعلا موجودة في حياتنا ان احنا بنيجي القداس علشان نصلي، واحنا يا ترى داخلين نتناول؟ هل حد فينا بيفكر ان هو يصلي صلاة قبل التناول؟ اللي انتوا سمعتوا ان في صلاة اسمها صلاة قبل التناول؟ سمعتوا عنها دي؟ طيب الحمد لله، احنا الحقيقة طبعناها وحطناها في ظهر البيوز، بس ما عرفش كان حد يعني دايما كده يلمها ويروح يحطها ناحية الهيكل، انا مش عارف ايه الهدف. وبعدين هل يا ترى حد بيفكر انه يبص على الصلوة الجميلة دي قبل ما يخش يتناول؟ اذا كان حد بيعمل كده مش ممكن كنا نلاقي كمية الضجيج اللي موجود في الكنيسة وقت التناول واحنا خارجين واخدين جسد ربنا ودمه. هل حد فينا بيقف يقول له يا رب قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، يسبح مع العذراء فلتعظم نفسي الرب وتتهج روحي بالله مخلصي، يا رب انت اديتني جسدك ودمك؟ حد فينا واخد باله انه يقف يصلي ولو لحظات بدموع يقول له يا رب انا ما استاهلش؟
في عندنا صلوات قوية جدا في الأجبية اللي فينا يخش على الجزء الخاص بصلوات أخرى، صلاة قبل الاعتراف وصلاة بعد الاعتراف وقبلهم صلاة التوبة وصلاة أخذ المشورة في عمل ما، في صلاة اسمها صلاة أخذ المشورة. هم يصلوا صلاة الاستخارة وشاطرين قوي فيها. إحنا اللي فينا يخش في موضوع وعايز يعرف رأي ربنا ينسى خالص إن هو يصلي، يبتدي يرتبك ويتشد ويقول له يا رب سمعني صوتك. طب إزاي يا حبيبي؟ ما أنت محتاج تخش وتجلس وتبكي وتنوح وتصوم زي ما عمل نحمية علشان في الآخر ربنا يسمعه صوته وعلشان يقدر إن هو يلاقي عمل الله واضح في هذا الأمر. يبقى عندنا نمرة واحد سلاح فتاك فعال جدا اسمه سلاح الصلاة، سواء كانت الصلوات الجماعية الخدمات اللي في الكنيسة أو اجتماعات الصلاة مثلا أو صلوات الفردية. الصلوات الفردية اللي الواحد بيحس فيها أنه السماء اتفتحت وأنه حياتنا على الأرض دي خلاص ما بقتش موجودة. إحنا زي بالضبط القديسة أنا سيمون اللي حكينا عليها الأسبوع اللي فات، الأنبا دانيال كان شايفها وهي مرتفعة عن الأرض في صلاتها. يعني الصلاة بتدخلنا في مصاف الملائكة وتفتح لنا أبواب السماء وتحرك اليد التي تدير الكون زي ما كان البابا كيرولوس بيقول. ليه إحنا بنرمي هذا السلاح الفعال جدا ونلاقي نفسنا بندور على أساليب عالمية علشان خاطر نعرف أو نسمع صوت ربنا؟ ربنا مش ممكن يسمعنا صوته من غير سلاح الصلاة. نخش بسرعة على السلاح الثاني وهو سلاح الكتاب المقدس. كتير ما بصلي الحقيقة ولكن رغم كده ما بسمعش صوت ربنا وأفضل في حيرة. طبعا ممكن السبب الأولاني هو أن أنا بصلي صلاة كما لقوم عادة، بصلي صلاة فترة، صلاة مش خارجة من قلبي، صلاة مش ممكن أبدا تهز أعتاب السماء، فبتكون النتيجة أنها ما بتوصلش للسماء. معايا؟ ده ممكن يكون سبب. والسبب الثاني أن أنا ممكن أكون بصلي نتيجة جهلي ونتيجة تقصيري ونتيجة كبريائي ليس بحسب مشيئته. في آية في يوحنا الأولى، رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الخامس العدد 14، والآية دي كنا قلناها في درس الكتاب الأسبوع اللي فات. لابد لأجل أن يستجيب لنا ربنا ويسمعنا صوته لابد وأن أطلب بحسب مشيئته. يعني إيه أطلب بحسب مشيئته؟ هنا معلمنا يوحنا بيقول إيه؟ وهذه هي الثقة التي لنا عنده، إنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا. عندنا هذه الثقة إنه لو طلبنا بحسب مشيئته يسمع لنا. طيب أنا هعرف منين مشيئة ربنا؟ أعرف منين مشيئة ربنا؟ إزاي هقدر أعرف؟ أصلي بحسب مشيئته إزاي؟ من خلال علاقتي بإيه؟ بالكتاب المقدس اللي فينا ليه علاقة قوية حقيقية مستديمة زي ما قلنا بالكتاب المقدس، مش علاقة التيك أوي، مش علاقة زي ما يكون طالب كده من منازلهم بيدرس كورس أونلاين، لا، علاقة كل يوم أقعد مع ربنا وأفتح كتابي المقدس. خدامنا وأبائنا علمونا إن أنا قبل ما أفتح الكتاب المقدس لازم أكون بصلي، يعني لازم يكون لي صلوة قبل ما أفتح كتابي. وأول ما أفتح الكتاب أرفع قلبي للسماء وأقول له إيه؟ زي ما كان صموئيل النبي بيقول تكلم يا رب فإن عبدك سامع. اديني يا رب إن أنا أفهم، اديني يا رب رسالة أقدر من خلالها أسمع صوتك. صدقوني ربنا بيتكلم من خلال الكتاب المقدس كلام بمنتهى الوضوح وبمنتهى القوة. وأنا كنت حكيت لكم قبل كده على قصة الأخ مظلوم اللي كان سافر علشان يتعالج في الخارج، وأخته سمعت صوت ربنا واضح جدا في إحدى آيات الكتاب المقدس. وفي النهاية النهاردة حكي لكم برضو قصة تانية مشابهة لهذه القصة ولكن يمكن في موضوع آخر. لابد زي ما بنقول ان علاقتي بالكتاب المقدس تكون علاقة عشرة كل يوم، لازم يكون لي قاعدة مع ربنا من خلال كتابه وعلاقة شبع، ما سيبهوش غير لما احس ان ربنا بعت لي كلمة، بعت لي انا شخصيا كلمة. لازم تبقوا فاهمين ان ربنا بيحبنا قوي قوي. عمركم شفتوا اب بيكره ولاده؟ عمركم شفتوا اب بيهمل
رعاية ذوي لما بيكونوا محتاجين له بيلجأوا له بيقولوا له يا بابا احنا محتاجين لك، يودي وشه الناحية التانية ويسيبهم؟ عمر ده ما هيحصل اذا كان ما بيحصلش احنا على مستوانا البشري واحنا مليانين قساوة ومليانين ضعف. تفتكر ربنا الكلي الخيرات المحب للبشر ممكن يعمل كده معانا؟ حقيقة لا. ربنا عايز يسمعنا صوته، وحيسمعنا صوته لو احنا فعلا طلبناه. المزمور 119 الآية 96 اللي هو المزمور الطويل اللي بنصليه في الخدمة الأولى من صلاة، مزمور 119 بنصليه إمتى؟ كتاب اسمه كتاب الأجبية، اتكلمها عنه شوية. في الآخر صلاة كده متقسمة لثلاث خدمات أو ثلاث رجعات، ها صلاة إيه؟ نص الليل. برافو عليكم. في الخدمة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة بنصلي مزمور اسمه المزمور الطويل 119 الخدمة الأولى، تمام، هو موجود في الأجبية برقم 118، معلش بس هو المزمور الطويل هو بالضبط كده. برافو عليكم. في الخدمة الأولى من صلاة نص الليل في كتاب الأجبية، تمام. مزمور 119 العدد 96 نلاقي داود النبي يقول: لكل كمال رأيت منتهى، وأما وصيتك فواسعة جدا. يعني إيه؟ يعني اللي يتصور إن هو أرى الكتاب المقدس كله من الجلدة للجلدة وخلاص ما فيش حاجة جديدة كده يقدر إن هو يطلع بيها، الحقيقة الكلام ده مش صحيح على الإطلاق. وأضعف مثال على هذا الأمر إن إحنا دلوقتي في دراسة الكتاب بقالنا قد إيه؟ مين اللي ابتدى معانا هنا في الكنيسة دراسة الكتاب المقدس؟ بقالنا قد إيه؟ بقالنا سنتين ونص، بقالنا سنتين ونص في اجتماع دراسة الكتاب. السنتين ونص دول خلصنا فيهم كام سفر؟ خلصنا كام سفر؟ ست إصحاحات من إنجيل ماري مرقس، وما خلصناش السادس، خدوا بالكم. يعني إحنا سنتين ونص دلوقتي بندرس في ست إصحاحات من إنجيل، من سفر، من عدد أسفار حاجة وسبعين سفر مثلا في العهدين القديم والجديد. فلكم أن تتخيلوا مدى غنى كلمة ربنا، واللي يقعد معاها فعلا ويتأمل فيها يلاقي إنها كبحر لا يمكن عبوره. الكلام غني جدا، ومش بس غني، ولكن تطبيقه في حياتنا very valid. الوصية مش قديمة، الوصية مش بتاعة زمن عدى وخلاص دلوقتي ما بقالوش وجود فبالتالي الوصية فقدت فعاليتها. الحقيقة مش كده، الوصية فعالة لكل إنسان في ظروفه يقدر يلاقي كلمة ربنا يبعتها له من خلال هذه الوصية. ولكن علشان خاطر نصلي بحسب مشيئته ونطلب بحسب مشيئته لازم يكون عندنا معرفة بهذه المشيئة من خلال كتابه المقدس، ولازم يكون عندي استعداد لأن أنا أخضع إرادتي لقبول هذه المشيئة. بمعنى إيه؟ أعرف البعض لما اتجوزوا، وطبعا في بداية الزواج نتيجة لأنه كلا الطرفين لسه حديث عهد بالحياة الزوجية وكل واحد جاي من بيت لثقافته ولأفكاره، ممكن يكون في خلافات زوجية. ولكن مع الأسف الواحد لما بيصطدم بالخلافات الزوجية في بداية زواجه بيتخيل إن هو اختار غلط. يبتدوا الناس يتدخلوا، تبتدي النصائح تشتغل، وكل واحد يبتدي إن هو يعني يقبل النصيحة اللي على هواه ويرفض النصائح اللي ممكن تكون مختلفة مع رأيه. في أغلب الأحوال مع الأسف المشكلة بتتفاقم نتيجة للتدخلات ونتيجة للنصائح غير الحكيمة أو غير الإنجيلية. فبتلاقي إنه مع تعقد المشكلة بيبتدي زوجين يقولوا إيه؟ إحنا مش هنكمل، إحنا اخترنا غلط، نقف بقى عند كده، وزي ما دخلنا بإيه؟ نخرج بإيه؟ زي كلام الناس التانيين. يا جماعة إحنا ما فيش حاجة عندنا اسمها نخرج بالمعروف، إحنا ما فيش حاجة عندنا أساساً اسمها نخرج. فطبعاً نتيجة جهلنا إحنا وجهل الأجيال الجديدة بالوصية، ونتيجة إنه إحنا مختلطين بعالم ما يعرفش ربنا وما يعرفش الإنجيل، فنلاقي إنه خصوصاً في الشباب البيوت اللي مفتوحة جديد دلوقتي الولاد بسهولة جداً يقولوا إحنا مش هنكمل. يجي الكنيسة، الكنيسة تقول له يا حبيبي ما ينفعش لأنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، وإنه من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني، وهكذا المرأة. فيقول لك لا،
ما انا خلاص مش هلعب اللعبه دي عن طريق الكنيسه، اروح للمحاكم المدنيه، ويبتدي ان هو يسعى علشان خاطر ياخد حكم طلاق مدني، ويرجع بعد شويه للكنيسه يقول لك ايه جوزوني بقى. الكنيسه تقول له ما ينفعش، ما نقدرش ندي لك تصريح جواز، لانك انت لما انفصلت عن زوجتك لم يكن بسبب الزنا، كان بسبب اسباب تانية خالص بعيده عن مشيئه الانجيل ووصيه ربنا. فيعمل ايه الاخ اللي راح خد حكم طلاق من المحكمه؟ يسيب الكنيسه بقى ويروح يدور له على ملة تانية، وممكن يدور له على ديانة تانية، يبيع المسيح ويبيع الإيمان ويبيع كل حاجة علشان خاطر إيه؟ مشيئته هو. يعني هو في الأول المسألة ابتدت بجهل، ابتدت بحماقة، وبعد كده هتكمل بجهل أشد نتيجة عنده كبرية. هما مش عايزين يعملوا لي اللي على هوايا، أنا هعمل اللي على مزاجي، وليكن الحساب أو وليكن التضحية هي أبديتي. فتكون النتيجة أنه الإنسان يخسر كل شيء، بالضبط زي ما حصل مع هيرودس. هيرودس لما جم المجوس في قصة ميلاد ربنا يسوع المسيح، كان جاهل ما يعرفش حاجة عن النبوآت. قالوا له أين يولد ملك اليهود؟ قال لهم ملك اليهود هو في ملك تاني غيري ارتبك هو وكل من معه وكل مدينة أورشليم. ولما جمع بعد كده الكتبة والكهنة قالوا له هيتولد في مدينة أورشليم في بيت لحم. لما عرف بقى، بدل ما يروح يسجد أو بدل ما يؤمن أو أي حاجة، لا، ابتدى إن هو يخطط علشان يتخلص منه، وكانت النتيجة إنه قتل كل أطفال بيت لحم. قصة بسرعة كده هحكيها لكم في دقيقة واحدة تبين لنا قد كده الصلاة مع قراية الكتاب المقدس ممكن تكون وسيلة فعالة جدا، لأن احنا نسمع صوت ربنا بمنتهى الوضوح. بس يعني خدوا بالكم، مش هينفع ان كل واحد فينا يستعمل هذه الوسيلة ونعتبرها قاعدة، ده استثناء ومحتاجة حكمة وإرشاد من آباء الاعتراف، لأنه ممكن تكون سلاح ذو حدين. ممكن جدا الواحد يصلي ويفتح الكتاب المقدس ويقول هو ده صوت ربنا وما يكونش صوت ربنا. أعرف صديق ليا كان عايش حياة في مصر مستقرة جدا، وهو وزوجته كانوا بيشتغلوا في أعمال مناسبة، وكان عندهم أسرتهم وبيتهم وحياتهم، ولكن فكروا إن هم يهاجروا. الزوجة كانت متحفظة شوية على فكرة الهجرة، وأيضا الزوج ما كانش عارف هل دي يا رب مشيئتك ولا لأ، هل نقدم على هذه الخطوة أو لا نقدم عليها. ابتدوا هم الاثنين يصلوا بروح واحدة، يطلبوا من ربنا إن هو يسمعهم صوته. وفعلا بعد فترة من الصلوات المتواترة، وأيضا طلبوا من أباء الاعتراف إن هم يصلوا معاهم ونذروا صوم، جه هذا الأخ بعد ما صلى فتح الكتاب المقدس وطلعت الآية في عبرانيين 11:27. هذه الآية بتقول إيه؟ عبرانيين 11 ده اللي هو إصحاح الإيه بالمناسبة؟ إحنا بنقول كورينثوس الأولى 13 هو إصحاح المحبة، عبرانيين 11 ده إصحاح إيه؟ الإيمان. برافو عليكم، الإيمان. فلما فتح الكتاب المقدس بشكل عشوائي بدون ترتيب، لقى الآية في عبرانيين 11:27 بتقول إيه؟ بتقول بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك، لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى. فاهمين؟ هو كان بيصلي عشان إيه أساسا؟ عشان الهجرة، وكان بيقول له يا رب سمعني صوتك. فلما فتح، هو طبعا بولس الرسول في عبرانيين 11 كان بيتكلم على موسى النبي لما خرج من أرض مصر وراح سكن في أرض مديان، فجت له هذه الآية بترد على التساؤل بتاعه بمنتهى الوضوح وبمنتهى القوة. بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك، لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى. وفعلا لما ابتدوا في الإجراءات كانت الإجراءات سهلة جدا، ولما راحوا استقروا في المهجر كانوا ناجحين نجاح عظيم، وربنا بارك في أسرتهم، وكانت حياتهم مستقرة تماما، وفعلا كان واضح أن هي دي مشيئة ربنا. كل خطوة كانوا بيخطوها بعد كده كانت بحسب مشيئته. يبقى إذن إحنا النهاردة عندنا سلاحين اتكلمنا عليهم، أو وسيلتين نقدر أن إحنا نسمع بيهم صوت ربنا. الوسيلة الأولى الصلاة، والوسيلة الثانية قراءة الكتاب المقدس. الكتابين موجودين عندنا في البيت، موجودين عندنا كسوفت وير على التليفونات وعلى أجهزة التابلتس والآيبادز. من فضلكم لو سمحتم عايزين ناخد تدريب لنا الأسبوع اللي جاي، إن كل واحد فينا هيكون ليه صلاتين على الأقل من الأجبية، باكر وغروب
أو الصلاة التالتة ونوم، صلاتين، واحدة الصبح واحدة بالليل قبل ما أنزل شغلي وقبل ما أخش أنام بالليل، ويكون لي في وسط النهار قراءة لإصحاح من إصحاحات الكتاب المقدس، قراءة متعمقة لو سمحتم، يعني إيه؟ بتأني، بتركيز، لو في حاجة أنا مش فاهمها ممكن أقرأ تفسير أو ممكن أكتب الآية واجي أسأل فيها زي ما بعض مننا بيعمل، وأحاول أن أنا أخد بعض الشواهد علشان أحفظها وأحاول أن أنا أطبقها في حياتي بنعمة المسيح. من فضلكم نعمل التدريب ده الأسبوع ده، والأسبوع الجاي أنا هشوف بقى مين اللي عمل التدريب ومين اللي ما عملش. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين. اتفضل إن شاء الله. أخيرا يا ربي وليس آخرا بالشفاعة التي لسيدتنا كلنا ولجلالها القديس طاهر العذراء يوم نور، بالشفاعة التي الملائكة جليل ملك مخيل، بركة الطلبات والسؤالات التي لسيد جهيد أبنه جميع عصاب قديسيك، استجيبنا حيما ندعوك بدالة البنين قائلين في كل الشكر. يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين. محبة الله الآب، نعمة ابنه الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة واهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم، من أراد أن يمضي فليمضي بسلام.